انتخبوا رئيسا بغض النظر عن الاسم، لأن الفراغ يفقد المسيحيين مواقعهم السياسية. كلام سمعه نواب تكتل الجمهورية القوية في بيت الوسط على لسان الرئيس سعد الحريري، والمفارقة أن هذا الحرص غاب طيلة السنة والأشهر الخمسة من الشغور في قصر بعبدة عن ضمائر وألسنة الأحزاب المسيحية والزعماء الموارنة، ما عدا الصرخات المتكررة للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي. في هذا الاتجاه يرفض حزب القوات الانصياع لضغط هذا المنطق، على اعتبار أنه يخفي نية احتيالية لإيصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى الرئاسة. طابي بملعب الرئيس بري بيدعي إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، واللي بيعمل رئيس جمهورية صحتنا عالبه، وكأنه في فراغ متعمد لأفراغ المؤسسات والإدارات والمواقع الرسمية من أي سلطة من أجل الذهاب إلى مشروع آخر. الفراغ في رئاسة الجمهورية، الشغور في حكمية مصرف لبنان، حكومة مستقيلة وحكومة تصريف أعمال، قطاع عام شبه مشلول ومتحلل، شو ناطرين من أي عن أي بلد عم نحكي؟ أما التيار الوطني الحر فيرى في أداء رئاسة الحكومة الاستهداف الرئيس لحضور المسيحيين في الدولة. إنما هذا الأمر لا يطال فقط المسيحيين عبر الشراكة، إنما عم يضرب كل الدولة اللبنانية، وبالطبع يلي خايف على الدستور وخايف على الشراكة يلي هي شرط أساس للوحدة الوطنية، ما لازم يدعم الميقاتي بكل مخالفاته الدستورية يلي عم بتهدد وجود الدولة بأكملها. الجبهة الداعمة لفرنجية تتماهى مع كلام الحريري، انطلاقا من أن تأخير انتخاب الرئيس يحمل خطرا أبعد من الساحة المسيحية. أكيد في فراغ مسيحي برئاسة الجمهورية وبالإدارة وبالدولة وبالأمن وبالقضاء، ولكن نحن اليوم بدنا نجي نقول أول خطوة ننتخب رئيس. إذا مش قادرين اليوم ننتخب رئيس لأنه نقعد نتحاور كلنا سوا لننتخب رئيس، دي عندي حرص على مسيحية، ولكن أنا بقول البلد رح يدفع ثمن مش بس المسيحية إذا كفينا نحن هيك. زوبعة مسيحية آخذة بالدوران، ولو بقيت تدور عاما وعامين وأكثر ما حدا فارقة معه من الموارنة، طالما أن هذه الزوبعة بعيدة عن رقاب القيادات.